هل وشه تحت عنوان نحو عقد اجتماعي سوري جديد خلال يومين جمعت جميع تقريبا أو غالب الكتل السياسية وكذلك المكونات السورية، حرصنا على جمعهم مع بعضهم البعض ليكون هنالك حالة نقاش حول الأمور الخلافية حول مستقبل سوريا، وهي يعني أمور سوف تقدم عليها اللجنة الدستورية في جولتها السابعة. الملاحظة التي أريد أن أقولها الحقيقة والتي لاحظتها من ورشات سابقة ومن هذه الجلسة، إن الشارع السياسي السوري والقوى السياسية الغير رسمية أبدت تقدما ملحوظا على قوى المعارضة الرسمية، أبدت نوع من الفهم العميق لاحتياجات الشارع أو المجتمع السوري وتحديدا المجتمع المطالب بالتغيير في سوريا. دعوني احكي لكم مفارقتين بما يتعلق بمساله دين رئيس. احد النقاط الاساسيه اللي تم طرحها هو حق المراه في الترشح لمنصب رئاسه الجمهوريه فيما اذا كان الدستور السوري يسمح بذلك. يعني احد التفاسير التي تتم مناقشتها هي انه الدستور الحالي يسمح بانه ان تترشح المراه كمواطنه سوريه ان ترشح لمنصب رئيس الجمهوريه. طبعا هو النص ينص على انه رئيس الجمهوريه يجب ان يكون غير متزوج من اجنبيه. فتتم مناقشه هذه النقطه خلال الورشه اليوم، ويوجد يعني بشكل عام روح تأييد ايجابيه. رغم انه العملية الدستورية شوي عم تتعسر وما في تقدم بالعملية الدستورية، هدف الورشة هو لتقارب الأفكار ووجهة نظر السياسية حول هذه النقاط الخلافية الأساسية اللي تتعلق باسم الدولة وباللغات الرسمية بالدولة وكذلك دين رئيس الدولة ومصادر التشريع. هذه المسائل المهمة تخص كل السوريين. يعني